هلا وغلا بأطق متابعين بالعالم. يا ابو بندر نبيك تجرب التيتو، يا ابو بندر نبيك تجرب التيتو. جربناه لكم وان شاء الله باذن الله راح ننزله، لان صورنا كثير صراحه. اتوقع يمكن ننزل جزئين غير الجزء هذا. فالجزء هذا فيه تطعيس على خفيف، فيه صرفية البنزين، فيه بعض الاشياء اللي انتم تحبونه. ابيكم تستمتعون، تاخذكم جال قهوة، تكي، تركب السماعات وتستمتع بالتجربة. لا لا مو معقول الحلو. ديفندر وارد الصين، ديفندر وارد جيتور تيتو، تذكرونه اللي تشرت له مقاطع؟ ترى مو الكبير، في شيء اكبر من هذا بس من شركة ثانية صينية. هذا لا اصغر شوي، هذا اصغر شوي، واللي جاء عرضوه معرض الرياض للسيارات. تعالوا تعالوا خلوا اوريكم، ما شاء الله تبارك الله، والله يا تحفة. دقيقة خلنا نلف من هنا. وهذا المزيون طبعا السعر، هذا اللي معه الفل 137,000، واللي اقل منه ستاندر اتوقع يمكن يصير نصف فل، بصوروا لكم اول ما يجيبونه 121,000 ريال. المكينة طبعا 4 سلندر، هذا اللي معي الجنط 20، بصوروا لكم ونجربه ونفصله لابد قليلا من المرس عشان نعطيكم علوم ان شاء الله. بس اعطونا رايكم بالله. اللي اليوم معرض الرياض اللي صار قبل شهر، كثير من الناس معجبها، كثير من الناس، والزحمة على جيتور الصالة كله على هالتحفة. شوفوا ما شاء الله. طبعا هذاك اللي كان موجود، شوف استبات يا اخي، والله دلع، والله دلع يا اخي. الصينيين هذول يا هم دعسين، اقسم بالله انهم مشكل، مشكل هبلوا بهالشركات. بس تدرون احنا تقولون انتم بندر صيني صيني، يا اخي انا لولا الله ثم وجود هالشركات الصينيه تان هالسيارات ما تطق الا ب 300 و 400. هذول جو لعبوا بالشركات الكبيره لعب، صاروا ينزلون، صاروا ينزلون مواصفات، صاروا صاروا شوف ما شاء الله. طبعا ذكروني ان شاء الله بصور مستودعهم وقطع الغيار وكل شيء. يجي صفين سقف بنورام، ما شاء الله تبارك الله. وين ابو بندر الحائل هالاسبوع هذا؟ يبي يصير بوكشن، فعل الجرس. انا ما ادري انا ابو جرس ولا لا، بس اذكر اليوتيوب ابو جرس. تبي تشوف اشياء حلوه، بتشوف اشياء كثيره، سواء الجيتور ولا سيارات ثانيه بتشوفونها اللي هي مواتر ان شاء الله باذن الله. ناوي على اشياء حلوه، بنرتب لكم اشياء زينه. جلستي كل هالفترة كله علشان هالوضع، فخليك قريب ولا تفوتك سنابات يا ذيب. حلول وما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. قسم بالله ياهو تحفة، ياهو تحفة. شوف شوف طبعا بين أغراض هذا القطعة تذكر، وبعدين أوريكم إياها إن شاء الله بإذن الله. أوف منين جاء الماء؟ شو اسمه، بصور لكم اياه بوريكم وشي بعدين، وحتى مكان ثاني بعد ان شاء الله. والله شنطته تعتبر كبيره، هو يجي صفين صفين، هو يجي بس حليله، بس عشان اوريكم بعض الاشياء. شوف ابد ابد، شوف يا عيني يا عيني، هذا كحجم ترى حجمه عشان تكون بالصوره اصغر من الديفندر العادي، اصغر منه. يعني شلون اقول لكم، لازم اوقف جنبه سياره علشان تشوفون وش حجمه بالضبط. حليلك يا تيتو، حتى اسمه حلو يا اخي. بالعاده الصينيين اسمائهم غلزه وصعبه، هذا اسمه سهل تيتو. ينحفظ، ما يحتاج تسمي شيء، خلاص تيتو تيتو. بس اتوقع اللي بياخذ له بركب، ركب له كفرات بي اف على هذول الجنط 20، بس اقدر تركب 4 باي 4 عندهم، بس عاد ما ادري هل يركب نفس الجنط هذا ولا لا. يطلع تحفه. احنا بنحرك وعبينا فل، طبعا غلقته تغليق لانه في بنزين هو من قبل. بوريكم كم ماشي بالضبط، بس اعطني رايك بالله. عبد العزيز بالله قدم، خليك قدامه. شوفوا فللت، شوفوا كم اعطاني مساحه متبقيه، اعطاني 710. بشوفكم كم التانكي، بس خلونا نصفر كمبيوتر الرحلات. هذا بعد البد، تعلق من هنا على الاوكي، وبعدين بعد اعادة التعيين بصفرهم كلهن مظبوط، وبنحرك. الموتر كم ماشي؟ 805. بنشوف عاد كم يمشينا هالذيب.
حلوين، بثبت على سرعة الشارع، ابي اشوف وضعية القيادة، انا اشوف هذولي. اقعد اقعد يا ناس وش هالدلع، يا ليت صديقي الياباني يسوي لنا زي كذا. يا اخي يا صديقي الياباني والله ما يبي له شيء يا اخي، رسمات زي كذا تفتح النفس. الله يسامحك، بس هذا الطين هذا شكلين حقيته الفروت، رياضي قياسي، لا والله كل مع بعض. ايه اقتصادي، هذا مخليه اقتصادي. من وين؟ من هنا. وبنحرك، بثبت على سرعة الشارع، انا كل شيء بكتشفه معكم. شوفوا هذا حق مثبت، عاد بنشوف شلون طريقة تشغيله. ايه عاد بالطريق ان شاء الله ثبت، اسولف لكم، شوفوا شو وضعه هالذيب. بس قسم بالله مبدئيا والله يا الموتر ما هو سهل، ما هو سهل. شوف 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 يا اخي جازت لي. طبعا انا ما بغيت اصور لكم قبل لا اصل القصيم، قلت ابي اشوف الموتر شو وضعه. لين عديت مسافه طويله اللي هي لين وصلنا القصيم. وصلنا القصيم وباقي باقي بالتانك تقريبا 200 كيلو على الدائري. عديت القصيم، مسكت الدائري وعديت الدائري ومسكت طريق حايل. كم باقي المسافه المتبقيه؟ متعديت حايل باقي يا طويل العمر والسلامه 155 كيلو. المشكلة وش أقرب محطة بعد ما أطلع من القصيم؟ أقرب شيء 160 كيلو اللي هي عند شنان، تخيل. فا وش سويت؟ إحنا سيارتين وصلت، الشباب ياخذون جالون بنزين احتياط وكملت. من يوم طلعت من الرياض ماشي 361 كيلو، مظبوط؟ من يوم طلعت من الرياض وباقي فوق الربع بشوي، وباقي 155 كيلو. والمحطة اللي بروح لما 162 كيلو، نقول إن شاء الله إني وصلنا، لأني أنا ودي أشوف كم يوصل بالضبط. لو بالرجعة في محطات كثيرة أقدر أزن عليها، بس هذه قلت أبي مرة واحدة وإن شاء الله الأمور طيبة. طيب بندر شايف الموتر؟ الموتر ما شاء الله تبارك الله صدمة. الراحة 100%، العزل مع إنه مرتفع لكن في صوت هواء بالعوارض خفيف هنا، يعني تقدر تعطيه من فوق 8/10 أو إلى 8.5/10. العزل الارضي 100%، التعليق على الخط من احسن ما يكون. المهم مشكلنا العزل، العزل يطول عمره السلامه. العزل اللي فوق اعطيه 8.5/10، صوت هواء خفيف هنا بالعوارض، مزبوط. العزل الارضي ولا غلطه 100%، فاتح سقف البانوراما انا بعد العزل ممتاز، يعني يعتبر كله 8/10 من فوق 8/10. الارضي 100%، الوسع والراحة الاطوال اللي زي جسمي 100%، ما عندك اي مشكلة. الموتر وسيع مريح، جلسة المرتبة مريحة، يعني رايك الموتر ما توقعته كذا ابد ابد ابد. الداخلية، الديكور، التصميم، الشكل الخارجي، الداخلي، تب التب. بالخط، موتر خط يا بندر، موتر خط ولا غلطة. بس فيه بعض الملاحظات، وهالملاحظات هذه انا يعني الموتر تو جديد. شوف اسمع اسمع العزل، عشان دخلت على اسفلت خشن، لان دخلت على اسفلت خشن راح يتغير شوي الصوت، وترى اصور لكم انا بدون مايك، لكن خلونا نشوف هذا الناعم، هذا جهه انعم. شوف شلون يفرق، شوف شلون يفرق الصوت، مظبوط. بس اذا نزلت على خشن راح يكون اقوى. الحين نزلت على خشن، شوف تغير الصوت. بالنسبة يا طول العمر والسلامة، وش الملاحظات؟ الملاحظات الجير أمامه 7 سرعات، أنا ما أدري للحين بتأكد 100%، هل ممكن عشانه تو جديد الموتر يبيله سيت أب، يبيله بعض الأشياء، لأنه هم مسوي لي كل شيء. بس خبرون دائما الموتر أول السيارات اللي أول ما تجي أول دفعات ما تكون مثلا 100%، مو بس السيارات هذه عشان جيتور ولا شيء، لا كل الشركات. حنا لو رحنا نجرب معهم ولا شيء، لو سافرنا برا، دائما جروب بندر لا تعتمد اعتماد كله على السيارات هذولي، هذولي اول سيارات طالعات. فاي شيء يشوفونه اي ملاحظه يعدلونه بالدفعات الجايه. فانا قلت الشيء هذا بقوله لكم علشان الين اتاكد معهم وشوف وش الوضع. السالفه وش الملاحظه؟ الملاحظه اذا انا جيت بصعده طريق مرتفع، اذا جاب يصعد الموتر تحس علشان حاطه مثبت يحاول انه يمس يرجع على نفس السرعه، فتحس انه يدعس شوي يهدي شوي، يدعس شوي يهدي شوي، يحاول انه يثبت على السرعه. فهذه لاحظتها النقطه هذه.
الشيء الثاني المنعطفات، احد المنعطفات بعض السيارات خاصه الشركات الصينيه اذا منعطف قوي ولا شيء وتحط مثبت يجلس يهدي بزياده، هم وش بزعمهم انه هذا زود امان، وانا ما يجوز لي كذا صراحه. بس بكلمهم وبقولهم النقطه هذه يمكن ان شاء الله يصيرون لها برمجه ولا شيء. هذول النقاط اللي انا لاحظتها بس الحد الان بالخط هالشيئين، الباقي ما شاء الله تبارك الله من الاخر. البنزين باقي 135 كيلو، نقول يا رب انه يوصلنا ان شاء الله للمحطه وثبت على 140. اهم شيء يا الحبيب ترى كل نقطه وكل شرح اشرحه وملاحظات نفس اللحظه اللي هو وشو الطريق. الحين انا ذكرت لك ملاحظات اللي شفتها بالطريق، العزم بالنفود، العزم بالبر، هذول كلهن بتشوفهن اذا وصلت البر والنفود واذا جربنا التسارع وكل الاشياء. فكل مقطع وكل لحظه اشرح لكم انا بوقته، حق الخط اشرح لكم حق الخط، بالنفود اشرح لكم حق النفود. عشان كذا لازم تكمل الفيديو علشان تشوف كل التفاصيل. النور نور والله ما سهل ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا كشف ضباب، هذا الواطي، هذا العالي. شوف وفي النور العالي اوتو بعد. ايه يا حبيبي ولعت اللمبة يوم بقى 69 كيلو، يوم بقى 69 كيلو ولعت اللمبة. كم باقي للمحطة؟ باقي 57 كيلو. نقول يا رب ان شاء الله يوصلنا، ان شاء الله ان شاء الله انه يوصلنا ونثبت على سرعة الشارع 140. طبعا على الار بي ام انا ما قلت لكم كم، شوفوا هذا الار بي ام على 2.4. الطبلون يبيله دبرة، فيه واضح اشياء كثيرة، بس ان شاء الله عاد نبي لا وقفنا نشرح لكم ان شاء الله. بس هذا اللي الحين صار فيه البنزين الار بي ام 2.4. يوم وصل تقريبا 50-49 اعطاني كذا الوقود غير كافي، فانا بنزل السرعة الى 129 او الى 128 علشان اضمن، ما ادري شو يصير اذا يقطع بي الموتر بعد. ولا شوف يوم نزلت الى سرعة 129 نزل الـ 40 من 2.2 على 140 بشوين 2.4، فبهدي وبشوف عاد كم مشيت من طلعت من الرياض 474 كيلو، باقي له محطة 36 كيلو. بس اشوى بالشركة والامور طيبة يا ربك الحمد الشكر. الحين وصلنا للمحطة ونبي نعبي، هذا بنشوف كم فلك بيعطينا. بنزين 95 حتى الان مشيت 510. طبعا حط ببالك انت انا ولعت اللمبة وصفر وكلش، تقسها كقياس مبدئي راح يوصلك يمشيك بنزين 450 تقريبا. حط ببالك يعني قل 450 يمشيك. حجم التانكي 75 لتر، المفروض صراحة انه يصير مسافة اطول بس عشان الخط هذا ما مشى. لا شوفوا فللته الله غريبة باقي ابو 10 لتر، 155 ريال و 65 لتر يعني باقي 10 لتر، حجم التانكي 75 لتر. بس عاد ما قصر عاد، ما قلت ما في امل بمشي ابو بعد زود. فهذا مستوى البنزين حق التيتو ديفندر وارد الصين من جيتور، يمشيك خط مخشيك خط 450 مع تولية اللمبة بيمشيك 500. بس قسما بالله يا الموتر يا ناس والله يا شكله عجيب. اقل شيء صراحة لو انا باخذه لازم تركب لك كفرات كبارة وترفع يبي غادي ساكبر. شفت كم مشانا بالخط عاد باقي الديرة، بس انا ما ادري كم بيجي سمعي اعطاني مسافه متبقي 487. دايم يعطيك الكمبيوتر على اخر دعسه، انت الدعس بيعطيك مسافه اقل، تمشي شوي شوي بيعطيك مسافه افضل. هذا بالنسبه لصرفيه البنزين للتيتو من جيتور. الحين بنجي لفقره النفود. اول شيء يا صديقي خليني بحط لكم الاضاءه. اول شيء يا صديقي ترى الموتر هذا حق تطعيس بسيط، يعني لا تحسبه انه مثلا هذا تقدر تجر عليه وتقمز به، لا لا لا، هذا للناس اللي يستخدمون النفود استخدام بسيط، طلعات بسيطة، العذرية، النفود، الأشياء، الأثمامة، الأماكن بسيطة، نفود صغير تقدر تطلع به. ليش؟ لأنه نازل
هو كقوة قوي حول 254 حصان، بس الجير 7 سرعات والنمرة إذا أنت حطيت ردة نمرة بيبدل من نفسه، فتطعيس بسيط طلعات بسيطة بتصلح له. الأغلبية ترى زي كذا يعني، مو أنت لا تقيسون عليه، أنا يعني مثلا أطعوس طوال وتسييف وما شلون، لا هذا استخدام بر ونفود متوسط. الرفعة أنا لحد الآن هل في له طريقة يرفع ولا لا ما أدري، بس مستقبلا أنا بشوف وش الوضع، بس كاستخدام هو استخدام بر بسيط. بنجرب الحين بنصعد هالطلعة هذه، قد طلعت بها أكثر من سيارة، وبنشوف وش وضعه ونشوف عزمه. هذا هو المزيون، حطيت بهول الكفرات أول شيء 15، نزل شوي ولا والله حليلة كان رفعته من قدام، حليلة مع أني أنا يبيله رفع زود. ليش رفع زود؟ علشان وانت تصعد هناك في خطوط ومطبات وزي كذا تحك بطن الموتر، لا حك بطن الموتر يخفف من العزم فيجس يغرز بسرعة. نقول بسم الله الحين. وسويت طبعا حطيت سبورت، هو دفع رباعي مستمر، ونقول بسم الله وصلت زر مع الانزلاق وبطلع طالع من تحت وبشوف. حطيت برنك شوفونا، ما اقول لكم انه لازم والله يهو بيحك حك لين نقول بس ها والله يا شيء بس عاد من طورة نفوت والله ما نداس كامل الداس تدرون، اسمع الحك حكي تسمعون ما شاء الله ما شاء الله كو 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 الله ما رح ليله، بس بينه وبين كم ترى عاد من طور النفود بس الموتر ابو عزم حوك 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 شفت اللي يحك ترى هذا يحك بطن الموتر عشانه نازل صعد الذين بدون داعس بدون شيء اوك 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 عشينا والله بالقلب هذه بس اشوف انه رمغ يعني ما عندك مشكله غريبه انا بزعمي باخذ عزم وبدز بس الله حك ترى النفود من طور يعني بس زي ان ترى الرمل ما هو ما يصير قاسي يعني على شو اسمه على الموتر ودي اطلع مع طلعه بدون خط نشوف شو وضعه الديب صوت شوفوا ما شاء الله طول طويله بس بحاول انا عشان ما يحك بطنه اطلع عن الشجر ليش اللي دايم يقول لكم انه لازم الموتر يرفع علشان ما يجلس يحك بطنه اسمع الحك حك تسمع الحين ابطر لازم اطلع عن الخط علشان ما يحك بطنه هذا كله حك حك يبي له رفعه هو اصلا من يوم شفتوه انا اقول لكم انه يبي له رفعه بس خليني بطلعه من هنا السلام هي الحين تقدر تاخذ راحتك الذيب الموتر ما هو يعني صراحة ما شاء الله يعني لا شكل لا البنزين انتم شفتوه بس ودي بعد انا نجرب اكثر شوف وضعه وذويبان احليلك يا احليلك يا تيتوتو يا احليلك قسما بالله انه دلع يعني اللي يبي طلعت بر بسيطة او اذا انت تقدر ترفعه بس عاد بشوف شلون تاخذ الرفع يا سلام هذا وشو لانه زر مانع الانزلاق ما فصل كامل في انظمه ثانيه حق الثبات ما انفصلت عن طريقه الفاصل بعض الشركات في ناس يقدرون يركبوا له فاصل شوفوا الربيع ما شاء الله تحويان وقفين فوق كذا زين لا تنزل لا تنزل الذيب
وش بسوي العزم هذا ابدز من هنا زين. نقول بسم الله. ما يمدينا ادعس قوه لا عشان بيحك وجهه. فبجرب شوي شوي. والله عجبه يا ولد. معليش يا جيتور اسف حصل له حكحك الموتر. بس يا ولد والله مو سهل بطلع من هنا. والله مو سهل يمشي الموتر. بس النفوذ ترى ممطور. النفوذ ممطور. بس الموتر انا من تحت امشي شوي شوي. ما اعطيت فل دعسه. ليلك يا تيتي تو انا كمان سهل. يسلم يسلم. تدري ليش عم بقول لك نقطة عشان انت تكون مصور. الموتر بو حزم ما شاء الله مع انه صيني ومكينة 4 سلندر وحجمها 2000 بو حزم ما شاء الله مو سهل. بعدين توزيع الكفرات قوتها الدفع تحسه مع بعض ما هو كفر ينقص عن كفر ثاني لا مرة واحدة يعني كأنك مشغل دبل خفيف. هو ما في فرار دبل خفيف ترى عشان تكون بالصورة ترى بس دفع رفاع يعني. مريح يا اخي مريح الموتر رايق بشكل عجيب رايق رايق. هذا مطلع انا بنصعد فوق ودي سيف بقبل اجرب شوف وضعه عقبين بنطل بعد. انا كمان سهل يا الذيب ها. والله ما هو سهل يا حليله. هاي يجي منه ما هو سهل وزن خفيف ومكينة 254 حصان خلطة حلوة التعليق حقه من أحسن ما يكون لحد الآن يعني وأنا بالنفوذ تستشعره حتى الكفرات الحين بطعسنا فوق بفوق بعد بتبين. أوه وش الخلفية الحلوة هذه. سكرت الباب عشان تشوفون الجمالية يا أخي يا صديق الصيني. يا أخي حرام عليك الرافع والله المفروض انه ارفع من كذا. الموتر صراحه ما هو سهل الصدق يعني لا عزم لا توزيع الدفع الرباعي من جميع النواحي ما شاء الله تبارك الله. عاد بنكمل باقي الحين باقي بنسيف وبننطل وشوف وش وضعه. بس مبدئيا ينقصه انه مرتفع زايد انه الجير ما يبدل من نفسه.
حقين النفوت ما يبون الجير يبدل من نفسه، لازم يحشر النمر علشان تقدر تتحكم بالموتر اكثر. فنبي نشوف الحين، شوف شو وضعه بعد باقي مرحله ثانيه ان شاء الله. بس مبدئيا يفوز نفس ما قلت لك، استخدام المتوسط او تحت المتوسط اللي يطلعون للبر طلعات بسيطه. فما شاء الله يفوز الذيب، يفوز يفوز. وش بنطلع يا بندر؟ بنطلع طلع لداي من رقابه. ترى هذه بشكل عام اغلب اللي يرقونه، يلا يلا سيارات دفع رباعي حط ببالك. هذه من رقابه طبعا اسهل من الرقي هذه اللي صعدتها. اخويانا هناك تشوفون السيارتين، هذاك اخويانا احترونا عشان نصعد. يلا مشينا، حتى مساحه تخزين حلوه هنا. قول بسم الله، ما يحتاج تاخذ عزم ولا شيء. يحتاج عزم عقب اللي شفته مش وين. يحتاج عزم، بس اكثر شيء يهمنا يعني شوف انفصلت مع الازلاق منفصل كامل. يعني الحين حتى لو بتسنطل ما راح اخذ راحتي، بيجلس يمسك ما راح ابدل لانه هو بيبدل بنفسه. ترى العزم 390 نيوتن، العزم 390 نيوتن، انا كذا 360 لا 200 في بعض حسابات اكتب فيها. والله اني قربت لهذه الطقه، هذا انا بارز شوي. العزم مثل ما قلت كميه 390. جرب اوه بثالث يا حبيب، ثالث. ترى قرشة معي اغراض احسن. لازم تنتبه لها عشان ما يبنشر. والله حرارة على النص للحين. الوضع اوكي. يبي له نطلة محترمة صراحة. أجرب من هنا، الشمس بجي هنا أنا ما أشوف. أنتم تشوفون مشكلة صرت الشمس يوم غيره والله ما تشوف شيء. أسلم أسلم أحملك يا تيتي تو. سهل ما هو سهل، تصيني يا ناس. الموتر ابو عزم، بعدين يا اخي التوزيع الدفع الرباعي مضبوط. ترى بس يبي له فصله ما نزلق كامل بس، امورك بالسليم. هذه لازم تنتبه لها، ليش؟ عشان ما يبنشر. Thank you.
بس ما هو سهل أسهل لا ما هو سهل ها والله أنا تعست قبل لا يترك الطيارة يا قهر صدقني إن شاء الله مصور راسي ما شاء الله الحرارة إلى الحين بنص إلى الحين بنص أنا خبر على الموت يطفي عزمه هذا ما شاء الله شوف 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 حرارة على النص ما تغيرت أنا شكيت من الموضوع قلت الموتر يسربوا شيء يا ولد خفوا حرارة ثانية ما نشوفه شوف النص ما تغيرت جلد ما وقفت بالعادة بعض السيارات هجست نطل تنطيلتين على طول ترتفع هذا ما ارتفعت تعست وأنا نطل على طول تسييف تنطير كلش على النص شوف ما شاء الله وبعدين بعضهن يطفي عزمه هذا الحبيب ما طفى عزمه ما شاء الله لا 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 مو طبيعي الموتر ما هو طبيعي ما شاء الله تبارك الله أقول لكم شيء والله يا صدمة الموتر ما توقعت ولا 10% إني بيكون أداؤه كذا الموتر صح مسكت بخط من الرياض الحائل ومريح وكل شيء وعزم لا بأس بس ما توقعت مستواه بالنفوذ كذا ما توقعت مستواه بالنفوذ كذا أنا تشوفون مجرب أشكال وأنواع السيارات خاص بعض السيارات الصينية حتى بعض الشركات اليابانية اللي تجي السيارات اللي بالحجم هذا تحس إنه الدفع الكفرات ما يجي في نقص يعني تحس الكفر هذا يدور اللي قدام والثاني في لخبطة شوي هذا
طبعا انا كلامي للي مو دف مو دفرنس، ما يصير في دفرنس المقصات اللي زي كذا وحجم الماكينه اللي زي كذا 2000 والجير 7 سرعات دائما اداء يختلف. انا لا تقيسه على 6 سلندر ولا اي شيء، قيسك على الاربع سلندر. الموتر توب مو طبيعي، الموتر ما هو طبيعي ما شاء الله تبارك الله، لا عزم لا حراره لا عجبه، شيء غريب، شيء غريب منه صراحه الصدمه. الموتر ما توقعته كذا. يفوز يا بندر بالنفود، يفوز اداء او بالنفود من احسن ما يكون ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا ما جربت التغريز وما تغريز والثلاثي والدفع اذا هو ثور، بس متاكد انه بيطلع 100% وبنجربه ان شاء الله، بس انه نازل. العيب الوحيد انه نازل الموتر، يبي له رفعه بس ترفعه امورك بالسليم. والله لو تبي تصعد ما تصعد، والله بيصعد لك باذن الله. حز الله انك بيضت يا ذيب. الحراره عاد صورت حقين اليوتيوب ونزل لك بالصراحة. يا اخي الصينيين ما هم سهلين، الصدق انهم ما هم سهلين. لاحظوا معي كل سنه يطورون اكثر، كل سنه يصيرون افضل من اللي قبل. هذا اللي جالس اشوفه انا. الشيء المهم والشيء الثاني، انا جربت الحين العزل والبنزين والاشياء هذه كلها، باقي الاشياء قطع الغيار انا قايل لهم، قلت ترى اذا رجعت بصور المستودع قطع الغيار. هذه اهم نقطه لاي شركه صينيه دائما اقولها، وهم يسمعون الاداره يسمعون حقين التسويق، اي شركه صينيه لازم اصور مستودعهم واشوف قطع الغيار. في ناس يقولوا بندر انتظر، في ناس عاد، انا اي شركه صينيه لازم اصور مستودعهم عشان تشوفونه. بس الموتر الله ما هو سهل، موتر بهال 137 الف فل واداؤه كذا، قسما بالله يستاهل يستاهل. بس اذا انت راعي بر وجور شوي يبي لك ترفعه. بس الملاحظه مثل ما قلت لك انه يبدل بثالث، ما يعطيك حريه الاختيار، خلاص باثنين ثالث يصل سرعه معينه يطق ثالث. تركب له فاصل، لو انا معي مركب فاصل اقسم بالله بغدي الموتر اخليه يسحب على جنب راسي ابن الذين. انا بعض المواتر اللي انا طلت بقى احس انه حولك قلبه، هذا ما فيه اجدع، بس اجدع ما عندك مشكله ما شاء الله تبارك الله. تفوز يا ذيب. وركب داخلية الإضاءات، شوف هذيك الإضاءات المحيطية، ايوه هو شوف الإضاءات الترحيبية، يعجبني اللي يهتم بدقة التفاصيل. بس الإضاءات المحيطية ودي لو يكبر وأقوى، شوف تولعت اللمبة حقت السقف والشاشة الله يا هاي بحر بلازما ما شاء الله بلازما. هذه إضاءة جيتورينا يكتابة كل شغل هدن. اللون الداخلي البيج في لون ثاني، أهم شيء لونه فاتح. أنا الصيني ودك ما ينزل أسود، خلاص أسود فكونا. الصوت هذا علشان زر مانع انزلاق ما انفصل كامل. شوف نوره قوي والله، ما سهل ما شاء الله. طبيعي ترى الصوت يسمعته كذا. هذيك شغلة الله ترى النور روعة. يا حليلك يا تيتو يا حليلك. الله انك ما انساه. صراحة بيضها. تحس بنا خلصنا يا صديقي؟ لا تهون يا حبيب، الموتر يستاهل من يتعب عليه ويستاهل من ينزل له أكثر من جزء. الموتر ما هو سهل ما شاء الله تبارك الله. باقي أتوقع يمكن جزئين أو جزء ثاني راح ينزل إن شاء الله بإذن الله قريبا. انتظرونا يا الغالين وعطونا رأيكم بالموتر مبدئيا، كم تعطيه من 10؟ أكثر شيء لفت انتباهي إنه في كثير من المتابعين بسنايب يرسلوا لي إنهم خاقين على الموتر سواء بالسعودية ولا بالخليج. وعندنا قريبا ان شاء الله الجزء الثاني، فما الله وبحفظ الكريم.